السلام عليكم. اليوم حنا كنتواجدوا بمركز ديال تصفية الكلي بمدينة الخميسات، وهذا اليوم هذا كيصادف 7 أبريل اللي هو اليوم العالمي للصحة. وفي هذا الإطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قررت كذلك باش تحتفل مع الناس ديال الصحة بالمشاريع اللي كتقدم والمشاريع اللي كتدعم بهم المواطنين. نقدروا نذكروا منهم على سبيل المثال الحصر، كاين العديد ديال الاوراش اللي دارت ديال بناء وتجهيز مراكز صحيه، بناء وتجهيز دور الولاده، اقتناء وحده متنقله لمحاربه داء السل، اقتناء وحده متنقله لصحه الام، اقتناء 4 وحدات ديال الصحه المتنقله باش توصل الخدمات الصحيه للمناطق النائيه والمناطق المعزوله والهشه. كذلك كاين الان كمشاريع اقتناء 13 ديال الاجهزه ديال الكشف المبكر عن ديال الصمم عند المواليد الجدد، هذا مشروع اللي جديد بفضل المبادره الوطنيه. فاحنا خدينا 13 ديال الاجهزه باش نفرقوهم على دور الولاده والمستشفيات كذلك ديال الاقليم، باش يكون هاد الكشف المبكر باش نقدروا نداركوا هاد العاهه اللي يمكن لها تصيب لنا الاطفال ديالنا. كذلك هناك اقتناء سياره ديال العلاجات كتسمى العلاجات التلطيفيه، وهذه الله يشافي جميع المغاربه، هي الناس اللي تكون عندهم امراض اللي كي تكون غير قابله للشفاء وتيكون خصهم واحد الرعايه طبيه في المنازل ديالهم. اذا كاين واحد الوحده ان شاء الله اللي غتولي متنقله خاصه بهذه الامراض هادو، لا تبقى تمشي عندهم المنازل ديالهم وتقدم لهم الخدمه في المنازل ديالهم. بالاضافه لهذا كاين كذلك الدعم في جميع الحملات ديال التوعيه والتحسيس اللي كتنظمها وزاره الصحه، فالمبادره الوطنيه فهي شريك اساسي ودائم وشريك اللي فعال في النهوض بالصحه في هذا الاقليم. ولهذا حنا دائما تنشكروا سيدنا الله ينصرو اللي بفضل ديالو كاين هذه المبادره وكاين هذه العنايه بالساكنه، وكذلك كنشكروا السلطه المحليه والسلطه الاقليميه والجمعيات كذلك اللي كتشتغل معنا في هذا القطاع. شكرا.